مخيم الكدحة. شاهد آخر على مأساة الإهمال الذي يعاني منه النازحون والمتضررون من الحرب في محافظة تعز. معظم هؤلاء قذفت بهم أحداث مناطق الساحل الغربي وبالتحديد في الوازعية إلى هذا المخيم الإيوائي فقير الإمكانيات، حيث يعيشون وضعا سيئا للغاية. بالنسبة للوضع الإنساني في هذا المخيم، مخيم إيوائي لنازحي الكدحة، وضع إنساني متردي للغاية، نقص أو انعدام للخدمات الأساسية. أيضا من الملاحظ أن هناك معاناة وهناك انتشار أمراض بين الأطفال وأيضا الكبار، ونتمنى من الجهة المسؤولة النظر إلى هذا الجانب الإنساني. يبدو أن وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن براين لن يصل إلى هذا المخيم ولا إلى المئات من الذين شردتهم الحرب من أبناء عزلة الوافي بجبل الحبشي، ولن يصل إلى مدينة تعز. سيعود من عدن على الأرجح ببضع ملفات لن تستطيع بالتأكيد أن تنقل المأساة كما يعيشها هؤلاء. قتل خاي وبهذلوا بنا وبهذلوا بنينا، خلينا وعيتنا وخلينا بهايمنا وخلينا مواشينا لحملنا حاجة. تشهد مديرية الوازعية حربا لا سقف أخلاقيا لها، وفوق ذلك تبقى حربا منسية إلى حد كبير، وهؤلاء هم من يذكر العالم بحجب المأساة التي واجهها ويواجهها سكان المديرية منذ أكثر من عام. أولادي هربوا يعني وقت اللقاء يعني الرصاص، بعدين يعني زي ما أقول لك في الوادي جنبونا إحنا بعدين كه وبعدين هربنا هلو، كان كل واحد يصيح من مكان. فأولادها يعني لا عد حملوا لا خياب ولا ملح أبدا. غياب كامل للمؤسسات الإغاثية المعروفة عربية كانت أو دولية، إلا من دعم محدود للغاية تقدمه منظمات إغاثية مغمورة تعمل بصمت وتوفر ما تقاعست عنه دول ومنظمات. يطلق هذا الطفل صرخته البريئة في الفلا، يتوسد حصى الأرض ويلتحف نصف سترة، ملامحه تدلل على احتياجاته العديدة للأمان وللغذاء ولمسكن تتوفر فيه الحدود الدنيا من كرامة العيش. بإلغاء أرفع مسؤول دولي معني بالإغاثة والشؤون الإنسانية زيارة كانت مقررة لتعز، ستبقى معاناة أبناء محافظة تعز شاهدة على حجم الإهمال الذي يطالهم ويطال المتضررين منهم من ويلات الحرب التي يشنها الإنقلابيون في أكثر من مديرية من مديريات المحافظة.